Tá bem? اللي بتعمليه ده تبعي؟ ربنا ما يحرمني من شنب. شنبه. كل ده نوم. يلا بقى اصحى، الفطار جاهز. تعالي استنى. ايه؟ خلينا مال عينين وشك. ما في صباح كده. صباح الفل. صباح الفل يا سيد الرجال. صباح الفل يا ست الستات. البنات بره والفطار جاهز. اغسل وشك وتعال، بس خلي بالك شهر العسل بتاعي ما حصلش، يعني من النهارده انت بتاعي لحد ما اجازتك تخلص. انا ايه اخلص يعني؟ شهر بس؟ ده العمر كله. ان شاء الله يا رب. يلا بقى ما تتاخرش. شنبو حلو، شنبو دي. والله دي دعواتك يما. شنبو. شنبو. سكي الشاي يا سلوم. ماشي. تسلم ايدك حبيبتي. صباح الفل على احلى بنات في الدنيا. صباح الخير. صباح الفل يا بسمة. صباح الفل يا سلمى. على فكرة جابر بيكلمك. أنا اتأخرت ولازم أمشي. أنت مش قلتي هتشربي الشاي؟ نفسي تسدت. معلش، أصل هي مستعجلة والله، يعني ما تقصدش. يعني هي أصلها يا أخويا مش متعودة. فاهم، حصل خير. يعني بس لسه بدري. والله دي البت سلمى دي قلبها بفتة بيضة، هي بس عصبية شوية وكانت مرتبطة بأبوها قوي. اتفضل شاي. تسلميلي. كم معلقة سكر؟ ده للجد ولا للهزار؟ يعني ايه؟ مش فاهم. ابدا، دي حكاية قديمة كده جت على بالي، كنت بعملها مع أم الله يرحمها. الله يرحمك يا أم واغفر لك. الله يرحمها. معلقة واحدة. فطير حلو قوي. لا لازم تاكل من ايدي بقى. طب بعد اذنك انا هقوم اغير. اتفضلي يا حبيبتي. انت لازم بقى تفطر بسرعه عشان نلحق اليوم من اوله. لا انا عندي مشوار في اول اليوم. عارفه، وانا كنت هطلبها منك. تطلبي ايه؟ ان احنا نروح نزور خالتي ام جابر ونصبح عليها، صح؟ صح. طول عمرك اصيله يا تباهي. ربنا يخليك ليا. بس بص بقى، انت من النهارده بقى بتاعي، لان انت خلاص الاجازه قربت تخلص، فانت كل الفتره دي تبقى معايا. عمان يا ست الكل. استنى، كل دي من ايدي. انا مش قد الدلع ده كله. مش قد. ده انت كل الدلع كله، انت ابو الدلع. البت اتحرجت ومشت. حركاتك. خلاص هقعد ساكته يعني؟ ما دلعكش؟ حقك عليا. نبي يا ناس، في عسل ياكل عسل. في عسل ياكل عسل. ايه ده مش كبير قوي؟ انت عشان بقى بتغنون بس. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.